جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الدلال الذي يأخذ 10% من المشتري نظير هذه الدلالة؟ الدلالة جائزة لأنها في مقابل تعب، ولكن يأخذ ما جرت به العادة، يأخذ ما جرت به العادة في السوق وعند التجار، ولا يزيد على ما جرت به العادة إلا بإذن الموكل. إذا أذن له بأخذ ما زاد عن العادة فلا بأس، وإذا لم يأذن له فليس له إلا ما جرت به العادة. نعم.